جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. نخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية. أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج الكارما المباشر. عزيز في عيني الرب موت أتقياؤه. في الحقيقة تألمنا كثيرا وتوجعنا أكثر عندما سمعنا بما حدث لأكثر من 40 شخصا في حريق كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بإمبابة بالكيزة. ولأننا جسد المسيح في كل مكان، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. كانوا يصلون ويسبحون في محضر الله، وذهبوا ليكونوا معه كبارا وصغارا، فأكملوا تسبيحهم مع الملائكة والقديسين أمام العرش في السماء. وما أروعها مكانة، وما أجملها معية وصحبة. يقول يوحنا الرائي: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. نعم، فالمسيح هو من سبق فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأنني مثل هؤلاء ملكوت السماوات. فكل مؤمن وكل شخص قبل المسيح ربا ومخلصا وفاديا بالتأكيد سيقول مع بولس الرسول: ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. وكما عودتنا قناة الكارما أنها سباقة في تقديم واجب العزاء في كل ألم أو وجع يحدث لجسد المسيح سواء في بلادنا أو في بلاد المهجر، لذلك نتقدم بأحر التعازي القلبية لقداسة البابا توادروس الثاني، آباء الإكليروس والكهنة والشعب المسيحي في كل مكان. بنصلي ونحن نثق في ربنا يسوع المسيح الذي هو أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. بنصلي من أجل كل أسرة متألمة في رحيل أحبائهم للمجد، ولكنهم الآن مع الرب يسوع وقديسين. نصلي أيضا من أجل كل المصابين ونتمنى لهم شفاء سريعا بلمسات الرب الشافية. فلنرفع عيوننا نحو السماء حيث موطننا الأصلي. فليست لنا هنا مدينة باقية، ولكننا نطلب العتيدة، لأنه نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي، حيث يمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت، يقول الرب. فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. لذلك نحن لن نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كان لنا رجاء هنا فنحن أشقى جميع الناس، لكن رجاؤنا في السماء التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي.
ولننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. سعدنا وشرفنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا ضيفا كريما مباركا في حلقتنا النهاردة. معنا دلوقتي الدكتور القس أمجد خليل، راعي كنيسة نهضة القداسة بالقللي بالقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتورة ليديا، وأهلا بكل السادة المشاهدين لحلقة النهاردة. بشكر حضرتك جدا، وبشكر قناة الكرمة لأجل هذه المقدمة المعزية والمشددة والمشجعة. بشارك حضرتك وبشارك كل قناة الكرمة في تقديم تعزيات السماء لكل الكنيسة المسيحية في كل العالم، وأخص بالذكر الأسر الموجوعة والمتألمة لفقدان ذويها، وأخص بالذكر أيضا كل المصابين والمتألمين. مرة تانية بشكرك، متمثلة فيك قناة الكرمة، إنها دايما في قلب الحدث تواسي وتؤازر وتشجع. وبصلي من كل قلبي أختي ليليا الرب يدينا النهاردة كلام ما يكونش كلام فلسفة ولا كلام تعليم للناس ولا كلام سطحي، لكن كلام يلمس ويشجع ويسند ويعزي كل نفس موجوعة وكل نفس متألمة باسم الرب يسوع. أمين. حضرة القسيس، احنا مبسوطين جدا تكون معانا النهاردة في حلقة فعلا هامة جدا، كتير قوي قوي بنتكلم على أمور، وبالأخص فعلا أمور دلوقتي بيكتر الحديث عن الموت. لكن خلينا النهاردة نتكلم في موضوع بعنوان الموت حقيقة فكيف نتعامل معه. لكن في البداية أحب أذكر حضرات المشاهدين، احنا بنرحب باتصالاتكم على الأرقام الموضحة على الشاشة، وأيضا من خلال متابعتنا وكتابة تعليق أو سؤالك على البث المباشر الآن على الصفحة الرسمية لقناة الكرمة، الكرمة تي في على الفيسبوك. بنرحب بكل من لديكم، نحب جدا نسمع منكم، بالتأكيد أراءكم وأسئلتكم بتثري جدا الحلقة. في الحقيقة النهاردة سيدور موضوع حلقة اليوم عن كلمة، كلمة قليلة في الحروف ولكنها كبيرة في المعنى، خفيفة في النطق على اللسان لكنها ثقيلة جدا على الأذن وعلى الأذهان. أصبحت هي موضوع الساعة على السوشيال ميديا، على الميديا أيضا. اختلف الكثيرين في تفسير حدوثها وأسبابها، فمنهم من شتم ومنهم من شمت، ولكن كلهم اتفقوا على أنها تشير إلى شيء واحد، تشير إلى ملك أرعب الكثيرين وحطم آمال الأكثرين، يأتي في وقت ليفرض نفسه وجبروته وسطوته، ليفرق بين الأحباء والأصدقاء والأقرباء. من هو يا ترى؟ هو ملك الأهوال، هو الموت. تكلم الكتاب المقدس عنه كثيرا، ولكن الرب يسوع تكلم عنه بطريقة مختلفة. فقد قال عن ابنة ييروس الميتة، قال لم تمت الصبية ولكنها نائمة، وقال أيضا عن لعازر، لعازر حبيبنا قد نام وأنا ذاهب لأوقظه. ولكن مع انتشار الأحداث والحوادث في هذه الأيام يكثر الموت ويكثر الحديث عنه، يحتارون في فهم أسبابه وماذا يحدث وقت الموت وما بعده مباشرة، وما علاقتنا نحن أحياء بالموتى سواء كانوا أشرار أو أبرار، ويا ترى هل هناك فرصة ثانية بعد الموت للتوبة؟ ما هي نهاية الأشرار والأبرار؟ وماذا فعل المسيح بقيامته من الموت للمؤمنين به؟ وهل لازال الموت وللموت حق علينا نحن الأحياء؟ هل نعيش لكي ننتظر الموت؟ وكيف نقهر الخوف منه وننتصر عليه؟ هذا ما سيدور عنه موضوع تأمل حلقة اليوم، الذي هو بعنوان الموت حقيقة فكيف نتعامل معها. في البداية حضرة القسيس برحب بيك مرة أخرى، وفعلا موضوع هام جدا، موضوع بيفرض نفسه، الأحداث بتتكلم عنه بطريقة قوية جدا، ولازال الموت هو لغز من الألغاز وسر من الأسرار.
كتير بنحاول نفهمه، وكتير قوي بنختلف في آرائنا مع كثيرين. وأيضا زي ما الكتاب المقدس بيتكلم، نحب قوي نكون إحنا بنتكلم وبنشرح من الكتاب عن الموت، ولأن الكتاب ذكر أمور كثيرة جدا، وذكر أن كل شيء له بداية له نهاية، كما ذكر أنه للإنسان في بداية، أيضا ذكر أنه للإنسان في وقت للنهاية. ترى أول مرة ذكرت كلمة موت في الكتاب المقدس فين، وكانت بتقصد مين اللي مات؟ مرة اتكلم فيها الكتاب المقدس عن الموت، ارتبط الموت بحالة الخطية اللي ممكن يقع فيها الإنسان. لما الرب حذر آدم عن الشجرة قال له لا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2:17. الموت في هذه الحالة بالضبط، ارتبط الموت في هذه الحالة بوصية. لو أنت عصيت الوصية هتموت. والشيطان لما أراد يشكك حواء في وصية الله وفي قول الله، لما حواء قالت للشيطان أن الرب قال لا تأكل منها ولا تمساها لألا تموتا، ده المدخل اللي من خلاله دخل الشيطان لحواء وقال لها لن تموتا. فالموت بكل أسف في الكتاب المقدس ارتبط بكسر الوصية، ارتبط بالخطية، ارتبط بشر الإنسان وضعف الإنسان. في رومية 5 يقول هذه الكلمات، أنه كان بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وليه بعدها وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت جميع الناس. نفهم من رومية 5 ونفهم من تكوين 2 أن هناك ارتباط ما بين الموت وما بين الخطية. فالموت لم يكن فعل، لكنه كان رد فعل. وكما كانت خطية آدم سبب في كل خطايا البشر، كان عقاب آدم بالموت هو أيضا العقاب الذي تعاقب به كل الجنس البشري بسبب ابتعاد الإنسان عن وصية الله وبسبب عدم الطاعة لكلمة الرب. بالتأكيد. وهنا بنشوف أنه أول واحد مات في العالم هو آدم، الكتاب بيقول كده، لكن ما ماتش وقتها على طول. ناس كتير بتقول الكتاب المقدس قال للرب، قال كده، هو في الكتاب المقدس قال لآدم وحواء، قال لهم كده هو أنه هتموتوا موتا تموتا، لكن الحية قالت لهم لن تموتا. فللأسف هو فعلا اللي حصل إن هما ما ماتوش وقتها. آدم وحواء عاشوا بعديها وجابوا قايين وهابيل وبعد كده شيس، ما ماتوش وقتها على طول. إذا الوصية ما اتطبقتش وقتها، يا ترى إيه اللي حصل؟ كده هو نقدر نقول إنه الحية كانت صادقة، لأنه الله قال لهم هتموتوا موتا تموتوا لو كلتم الشجرة، ما ماتوش، والحية قالت لهم لن تموتا. عايزين نفك الاشتباك ده من فضلك. ببساطة يا أختي ليديا، علشان نفك الاشتباك ده نفهم أنه العقاب وقع بالموت، لكن لم ينفذ عقاب الموت في ذات اللحظة، لكن كان عقاب أنه أصلاً هيدخل لحياتكم ما يسمى الموت. قبل الخطية وقبل كسر الوصية ما كانش في موت نهائياً، كان الإنسان لا يوجد عليه أي عقاب يسمى الموت، لكن بعد كسر الوصية حدث موت من نوع آخر، هو الموت الأدبي، وهو الموت الروحي بمعنى الانفصال عن الله. في موت كل الناس عارفاه اسمه الموت الجسدي، لكن هناك ما يسمى الموت الروحي. إيه معنى الموت الروحي؟ انفصال الإنسان عن الله في الشركة الروحية والعلاقة، زي ما قال لملاك كنيسة من الكنائس في سفر الرؤيا، قال له لك اسم أنك حي لكنك ميت. بمعنى أنه اسمك حي، شكلك حي، بتاكل وبتشرب وتسافر وتروح وتيجي وتشتغل، وربما بتروح الكنيسة وبتخدم الرب، لكن حياتك بعيدة كل البعد عن الله. فأنت حي بالجسد لكنك ميت بالانفصال عن الله. آدم يعتبر مات ثلاث أنواع من الموت. الموت الأول كان الموت الأدبي في كسر الوصية،
مهم. ده نتج عنه النوع الثاني، الموت الروحي، انفصال عن الله. ده نتج عنه أن يقع تحت طائلة النوع الثالث، وهو الموت الجسدي، أن التراب يرجع مرة أخرى إلى التراب. صحيح. وانا بشكرك جدا يا حلقة قسيس، انا ذكرت انه ما ماتش بس جسديا، لكن ادم وحواء والجنس البشري مش بس في بعدهم عن الله بيموتوا جسديا، لكن ايضا بنموت روحيا وادبيا. وزي ما حد مره قال، الخطيه بتنجس وتجرس وتفلس، فاذا على كل المستويات الخطيه خاطئه جدا. لكن احيانا في ناس بتتساءل وبتقول يعني ادم وحواء اخطاوا خطيه واحده بس، لكن هل الخطية الواحدة تستاهل كل العقاب ده، انهم يطردوا من الجنة وانهم يموتوا موت زي ما كنا بنتكلم انواع الموت الثلاثة؟ اتفضل. ببساطة مش في كم الخطية، هي خطية كبيرة ولا خطية صغيرة، في إني جرحت قلب الله. العبرة إني كسرت وصية الله، ومع ذلك رغم إن الإنسان أغضب الله، رغم إن الإنسان كسر وصية الله، رغم إن الإنسان لم يحترم قوانين وعدالة الله، مع كل هذا الأمر الرب أعد له الفداء، الرب صنع له الفداء. كلام الكتاب واضح في رسالة رومية، لأن أجرة الخطية هي موت. ما صحيح. هي الخطية؟ لو حبينا نعرف إيه معنى كلمة خطية، الكتاب يقول والخطية هي التعدي. من يفعل الخطية، ما قالش من يفعل الخطية يفعل كذب، أو من يفعل الخطية فعل السرقة، أو من يفعل الخطية فعل أمور أخرى، لكن قال من يفعل الخطية يفعل التعدي. صحيح. أنا تعديت قوانين الله، أنا تعديت خطة الله، أنا تعديت وصية الله لحياتي، ومع ذلك رغم أن الإنسان كسر الوصية، تعدى أقوال الله، اعتدى على ما قاله الله، لكن الرب له كل المجد، وهو القاضي الذي أظهر القضاء، والقاضي الذي حكم بأن الإنسان يموت، هو نفسه المحامي الذي كان يدافع عنا، ولم صحيح. يزل شفيع يترافع عنا. طب إزاي القاضي يتحول إلى محامي؟ لأنه هو نفسه أيضا في الصليب كان المتهم أمام الله الآب، إذ حمل عنا آثامنا وحمل عنا شرورنا وخطايانا. تمام. وزي ما حضرتك عارف انه لو انا ماشي طول عمري محترم اشارات المرور وماشي مواطن كويس جدا في بالنسبه للمرور، وكسرت الاشاره مره واحده وما عنديش اي سوابق، في الحقيقه القانون مش بيعفي الشخص اللي هو بيخطئ حتى لو لمره واحده، لو قتل لمره واحده او سرق لمره واحده او عمل اي شيء ضد القانون لمره واحده ولاول مره، القانون فعلا القانون الأرضي ما بيرضاش أبدا إن هو يتنازل عن إنه لازم القانون ياخد مجراه ولازم يتعاقب الشخص اللي بيعمل ده. فإذا قانون الأرض اللي هو مهما كان عادل مش بيبقى عادل زي عدل الله، فإذا قانون السماء أيضا عادل جدا جدا، وخطية واحدة زي خطايا كتير. فإذا هو الخطية مش إن أنا بعمل حاجة غير إن أنا بتعدى على طاعة الوصية. وزي ما شفنا ويمكن بنشوف الآيات كثيرة جدا بتتكلم على أنه في العهد القديم كان لو حد عمل حاجة، من ضرب أباه أو أمه، في خروج 21:15 يمكن من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، من شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. إذن الخطية هي مش مجرد ضربة ولا شتيمة ولا مجرد حاجة صغيرة، لكن هو فكرة التعدي على الله وعلى سلطان الله. طيب، في الحقيقة زي ما بيقولوا تعددت الأسباب والموت واحد. خلينا نسأل، يا ترى ليه البشر بيموتوا؟ إيه الأسباب اللي بتؤدي لموت البشر؟ ببساطة جدا الناس بتموت والبشر بيموت، رقم واحد لأنه زي ما حضرتك تفضلتي وزي ما بدأنا الحلقة، إنه بسبب خطية الإنسان وبسبب كسر الوصية الإنسان صار تحت وطأة وسلطان الموت. الموت اللي الرب قال عنه إنه آخر عدو يبطل، آخر عدو. صحيح.
يفضل يداي الإنسان ويوجع الإنسان هو الموت. الوحيد الذي غلب الموت شخص واحد بس، هو الرب يسوع المسيح، له صحيح. كل المجد. هو اللي قال: أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا هوية؟ لكن بيموتوا الناس عشان أسباب كتير، زي ما حضرتك قلت تتعدد الأسباب، والموت واحد. في اللي بيموت زي ما بيسميه ونقول عندنا ميتة ربنا، يعني على الفرش بتاعته بيموت، وهو في بيته بيموت، وهو موجود وسط أولاده. في البعض بيموت بكوارث، البعض بيموت منتحر، البعض بيموت غرقان، البعض وهنا حريق عايزة أسد، أسأل سؤال، زي ما عفوا كنا بنتابع المقاطعة، الأيام الماضية. عفوا المقاطعة، اتفضل هو في اتفضل. فرق يعني اللي ربنا، في ناس بتقول كده وخصوصا الناس الكبار مع احترامي ليهم، في ناس بتقول لك انه الموتة على السرير مختلفة عن الموتة مش عارفة بطريقة ايه او ايه، زي ما حضرتك ذكرت، هل في موتة احسن من موتة؟ ولو حد مات على سريره زي ما بيقولوا موتة ربنا، يبقى ده شخص كويس عند ربنا، لكن الشخص التاني مش احسن؟ يعني عايزين نسهل يعني نفهم في الموضوع دوت، هو في موتة احسن من موتة؟ في منظور البشر وفي عرف البشر في موت أحسن من موته. البشر مثلا يقول لك: يا بخته مات وسط ولاده، يا بخته ما تعبش وتعب الناس اللي حواليه. فالناس بتشوف ده أفضل، يعني نفسيا وأدبيا وراحة، إن الواحد يموت موته لا هو يتعب فيها ولا يتعب الناس ولا يتعب الناس اللي حواليه. لكن هذا الأمر ليست له أي علاقة من قريب أو من بعيد برضا الله أو غضب الله. والدليل على ذلك أغلب القديسين والشهداء العظماء المعاصرين وفي الكتاب المقدس ماتوا ميتة بشعة. يعني صحيح. إشعياء ده قال عنه 12، ناس تاني قال عنه كتاب ماتوا بالسيف، ناس تاني زي أستفانوس أول شهيد في المسيحية رجم بالطوب. فإذا كان أليشع النبي مات على السرير بتاعه، وطفانوس أول شهيد المسيحية مات رجما بالحجارة، هل معنى كده أن اسطفانوس الشهيد كان أكثر قداسة أو عظمة مثلا من واحد زي أليشع؟ حاشا. بالنسبة للرب كل الميتات تتساوى، لكن بالنسبة للبشر ربما يفضلون أن يموت الإنسان في صمت، أن يموت في هدوء، أن يموت وسط أولاده وبناته وعائلته. لكن الأمر ملوش أي علاقة من بعيد أو من قريب بصلاح الإنسان أو فساد الإنسان. صحيح. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك، فعلا ملهاش علاقة، هو الموت واحد فعلا، حتى لو حصل بأي طريقة هو الموت واحد. مقولة مشهورة جدا: لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. إذا هنا يمكن بنقول إنه في موت للأبرار وفي موت للأشرار، هو في فرق بينهم؟ مبدئيا شمشون قال: لتمت نفسي مع الفلسطينيين، يعني قال: انا ما عنديش مشكله يا رب اني اموت مع الفلسطينيين. اللي عمله شمشون ده لا يعتبر امر انتحاري. شمشون اللي عمله زي لما جندي بيكون بيحارب مع دولته ضد دوله اخرى، فلما مثلا يفجر نفسه في الاعداء ده لا يعتبر عملا انتحاريا، لكن ده يعتبر عملا فدائيا من جندي شجاع. فاللي عمله هنا شمشون انه موت نفسه مع الفلسطينيين لكي ينتقم منهم، واللي عمله ده كان استجابة صلاة من شمشون للرب لما قال له: يا رب اذكرني وشددني هذه المرة، واتقال عنه: وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حدق. اللي قال لتمت نفسي موت الأبرار كان راجل عراف اسمه بلعام ابن باعور. بلعام عفوا. ابن باعور اللي كان كل ما يجي يلعن شعب الله يباركوا. تتحول هذه اللعنة إلى بركة. الراجل ده اللي قال عن شعب الله: هو ذا شعب يسكن وحده صحيح. وبين الشعوب لا يحسب، من أحصى تراب إسرائيل عدد. ده الراجل اتكلم كلام عظيم، وجاء في الآخر وقال العبارة اللي حضرتك تفضلت بيها: لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. طبعا موت الأبرار يختلف عن موت الأشرار. يكفي آية واحدة في كلمة الله لما يقول: الصديق واثق عند عند موته. موته. الصديق واثق عند صحيح. موته. إيه معنى الصديق واثق عند موته؟ إحنا سمعنا يا دكتورة عن ناس كتير لما يكون بيموت بيقول: حشوهم، خدوهم عني، أنا شايف ناس لابسة أسود، أنا مرعوب، أنا خايف، مش عايز أموت.
هو شايف منظر ما حدش شايفه، شايف ناس مرعبة قوات الظلمة جاية تاخده، فوقت الموت في قمة الألم وقمة الرعب وعينيه تمتلئ بالدموع، لكن في واحد تاني يبقى مبتسم، واحد تاني يقول له يا رب اطلق عبدك بسلام، واحد تاني يقوله مرتاح فرحان، هذه ابتسامة على وجهه ولا كأنه ميت، شكله كأنه نايم. أهو ده اللي يتقال عنه موت الأبرار، الشخص اللي عنده يقين واللي عنده ثقة. وده يا أختي ليديا اللي خلى واحد زي الرسول العظيم الرسول بولس يقول أنا نفسي أموت، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ليه مش خايف؟ ليه مش قلقان؟ ليه مضطرب؟ قال أصله ده موت الأبرار، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، حفظت الإيمان. وضعيت موت الأبرار موت الواثقين في المكان اللي رايحين ليه، لكن موت الأشرار موت المرعوبين مما عملوا في وكانوا يعملوا في الحاضر وما ينتظرهم أيضا في المستقبل. تمام تمام، بشكرك جدا للتوضيح، لانه في ناس بتفتكر انه مجرد انه حد شكله نايم او وجهه فعلا ملامحه فعلا زي كانها فيها سلام معناها ان هو حد رايح السماء، مش شرط طبعا، لانه في الموت بيبقى فيه الملامح الوجه والعضلات بتبقى مرتخيه، لكن مهم قوي نعرف انه في موت فعلا واثق عند موته، الكتاب بيقول كده اهوت، وايضا مكتوب انه مكتوب انه احنا واثقين واحنا نحن عالم نحن نعلم بمن امنت وقادر انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. خلينا نتكلم اكتر عن الموت. الموت ملك الاهوال زي ما حضرتك عارف، الموت ما بيفرقش بين واحد واحد، ما عندوش سن لاي يعني، ما فيش سن معين الواحد بيموت فيه. أمور كثيرة بتخص الموت، لكن خلينا نتكلم أكثر عن الموت، الموت الثاني. الكتاب بيقول أنه في موت أول، ما ذكرش أن في موت أول، لكن كاتب أنه في موت ثاني. يا ترى إيه هو الموت الثاني؟ الموت الأول والموت الثاني، الموت الثاني هو الموت الأبدي، هو الموت الأبدي. الموت الأول ينفع نقول عنه الموت الجسدي، لكن الموت الثاني هو الموت الأبدي إلى النهاية. مات الموت الأول لازم هيقوم تاني، بس هل هيقوم على فين؟ هل هيقوم على قيامة الأبرار ويروح السماء، ولا يقوم على الدينونة ثم يذهب إلى الجحيم؟ إذا ذهب إلى الجحيم ده اللي بيسمى فعلا الموت الأبدي. الموت طالما قلنا الموت الثاني يبقى في حاجة اسمها الموت الأول. الموت الأول هو موت الإنسان الجسد الطبيعي، إن الروح بتتاخد من الجسد والجسد تراب وإلى تراب يعود، ده اسمه الموت الأول، وده بيحصل لكل البشر على فكرة، ممكن ما يحصلش لبعض البشر. يعني يسوع لو اقتضى في الكنيسة كل الناس اللي معانا واللي سامعنا يبقى ما شافوش الموت الأول، لأنه اختطفوا إلى الآن. لكن الشخص اللي بيموت الموت الثاني أو الموت الأبدي ده الشخص اللي بعد ما مات أول مرة وقف في الدينونة أمام الله، وبسبب أنه إنسان خاطئ، إنسان شرير، إنسان بعيد كل البعد عن الرب، فهذا الشخص يذهب إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وده اللي قال عنه الكتاب المقدس الموت الثاني. دول ببساطة أختي ليديا الناس اللي أسماءهم مش موجودة في سفر الحياة، بس واحد مرة قال كلمة جميلة، قال اللي بيتولد مرتين بيموت مرة واحدة، لكن اللي بيتولد مرة واحدة ممكن يموت مرتين. يعني اتولد مرتين يموت مرة واحدة؟ الولادة الأولى الولادة الطبيعية اتولد من الأم، الولادة الثانية مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى من كلمة الله، حسب يعقوب 1:23 وحسب يعقوب 1:18 شاء فولدنا بكلمة الحق. إذن الولادة الأولى تؤدي إلى الولادة الثانية، الولادة الأولى ولادة جسدية طبيعية من رحم الأم، الولادة الثانية الولادة من الروح القدس، نصير أولاد للرب. اللي تولد مرتين يموت مرة واحدة،
ممكن ما يموتهاش لو الرب جه، لكن الشخص اللي هو اتولد مرة واحدة ده ممكن يموت مرتين، صحيح. الموت الأول إنه يموت جسديا، الموت الثاني اللي حضرتك بتسأل عنه يموت أبديا إذ يظل إذن الموت الثاني هو الشخص اللي هو لم يحيا مع المسيح، لم يثق في غفران المسيح ودماء المسيح المسفوكة على عود الصليب من أجله، اللي هو ما قبلش المسيح مخلص، ما ابتداش حياة التوبة الحقيقية، ما لهوش علاقة بالمسيح كمخلص. ودي نقطة مهمة قوي قوي، الكتاب بيقول ليس بأحد غيره الخلاص، ما فيش كل الطرق تؤدي لروما، ما فيش طرق كتيرة، هو طريق واحد. المسيح قال عن نفسه، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فما فيش طرق كتيرة عندنا، ما فيش أي حاجة تدخلنا السماء غير شخص الرب يسوع، هو الطريق، مش هو طريق من ضمن الطرق. طيب، ناس كتير بتقول إنه حلو أنا عشان أخش السماء ويكون لي حياة أبدية أعمل أعمال كويسة، أصوم، أصلي، أتصدق، زي ما الكتاب بيقول في متى 5، ودي حاجة كتابية جدا. هل دخول السماء بيكون إزاي؟ إزاي أثق إن أنا يكون لي حياة أبدية؟ سؤال مهم جدا جدا، وانا بعتبر السؤال ده هو لب الحلقه الحقيقه. كل اللي احنا محتاجين نقوله ونتكلم في الجزئيه دي انه علشان تكون ليا علاقه حقيقيه مع الرب، واضمن انه لو في اي لحظه انا في كنيسه واتحرقت وانفجرت، او انا في طياره وانفجرت، او انا نايم على السرير بتاعي، او انا في المطبخ، او انا في البيت، لو جه الموت في اي لحظه كيف اكون في حاله استعداد؟ مبدئيا كل اصوام، كل صلواتي، كل صدقاتي، كل خدماتي، كل أعمالي، كل نشاطاتي، كل ما أقدمه للناس، كل شهامتي وجدعنتي، كل ما أفعله بدون الخلاص بدم يسوع المسيح ليست له أي قيمة. قال كده الكتاب أن كل أعمال برنا، المقصود هنا بأعمال برنا مش البر اللي بيجي بعد الإيمان، لكن البر الذاتي، اتكالي على نفسي، اتكالي على فلوسي، اتكالي على عطاياي، اتكالي على الأصوام الكتير اللي بصومها، كل أعمال برنا كثوب عد، أي كثوب قذر، أي كثوب منجس. كلمة الله بتعلمنا أنه ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فيا ما ناس بتصوم، ويا ما ناس بتصلي، ويا ما بتعمل حاجات حلوة كتير جدا، لكن بتعمل كده عشان ترضي ربنا بالأعمال. الأعمال مهمة، مهمة جدا، لكن الأعمال لا تسبق الإيمان. أولا أؤمن بالرب يسوع المسيح. سفر أعمال الرسل بيحكي لنا يا أخت ليديا عن راجل اسمه كيرنيليوس. كان راجل كان بيصوم وكان بيصلي ويصنع صدقات، وراجل حسب فكر الناس ورأي الناس رجل عظيم. قال له إيه الرب؟ كل ما فعلت، كل صلواتك وصدقاتك وعطاياك صعدت تذكار، ارسل واستدعي رجل اسمه سمعان بطرس يقول لك كلام به ينبغي أن تخلص. ده معناه أنه رغم الصدقات، رغم الصلوات، رغم مروح الكنائس، رغم العطايا والتقديمات، مفيش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، كله ده ملوش أي لازمة. وإزاي تكون لي علاقة مع الرب؟ رقم واحد، أنا محتاج أني أتوب، محتاج أني أندم، أقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا ممكن أكون لابس قناع حلو وجميل قدام الناس، أفعل الكثير، أصلي كثيرا، أعمل حاجات كويسة كتير، لكن حياتي بعيدة كل البعد. ذكرت أخت ليديا والسادة المشاهدين، واحد طلع يصلي حسب الناس، راجل ممتاز ما فيهوش ولا غلطة، اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس، الفريسي. الخطاة، الزناة، الخاطفين، السارقين، ولا مثل هذا العشار. اسمع يا رب، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا أعشر كل ما أقتنيه، أنا بعمل وبعمل وبعمل. يقول كتاب عن واحد تاني، لا ذكر عنه كتاب إنه بيصوم ولا بيدفع عشور ولا صدقات ولا بيعمل أي حاجة. قال عنه كتاب لم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، وما العمل إيه؟ قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي.
يقول عنه الكتاب المقدس، بل قال عنه رب المجد يسوع المسيح نزل إلى إلى بيتي بيته مبررا دون ذاك. فريسي. إيه معنى دون ذاك؟ يعني الآخر منزلش مبرر، مع أنه أنا متأكد أنه في نظر الناس كان مبررا، كان بارا، كان عظيما، كان شيخا ورعا، كان تقيا، يمكن تكون زي الفل قدام الناس، يمكن واخد منصب كنسي في الكهنوت والشمامسة والإخوة والشيوخ والكنيسة، نقدر نخدع الناس لكن ما نقدرش نخدع الرب. أنا تأكيد. متأكد إن كل واحد ليه علاقة حقيقية بالرب. في اليوم اللي فيه اتحرقت الكنيسة، ده ما يتخافش عليه، ده فعلا نقدر نعزي الناس، نقول لهم إنه مع المسيح ذاك أفضل جدا. اللي بيحصل في الكنائس الأيام دي، اللي بيحصل في العالم الأيام دي، اللي بيحصل من حروب الأيام دي، اللي بيحصل من انتحار الأيام دي، اللي بيحصل من اختطاف للشباب الأيام دي، بيقول لكل واحد استعد للقاء إلهك. مفيش حد فينا، وأنا أول واحد، مفيش حد فينا بعيد عن الموت، لكن المشكلة مش صحيح. في الموت، المشكلة بعد الموت، أين ستذهب؟ يا ترى هل أنا عارف المكان اللي رايح ولا لا؟ هو ينفع أعرف؟ ينفع أعرف. ملكوت السماوات داخلكم، صحيح. طالما لي علاقة حقيقية مع الرب أنا عارف المكان اللي أنا رايحه. صحيح، والكتاب بيقول كده: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذا الحياة الأبدية بتبتدي من هنا، الضمان بيبتدي من هنا، مش مجرد تعرف عن المسيح، لكن تعرف المسيح كمخلص وتمسك في دمه وتقول له هو ده اللي بيخلصني، وتصدق وتآمن إنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. احنا ابرار مش بسبب ان احنا ما بنعملش خطيه، احنا بنعمل خطايا، لكن واثقين في ذلك الذي دفع الثمن وفدانا على عود الصليب ودفع ثمن خطيتنا، عشان كده احنا ابرار بسبب هذا الفعل. طيب حضرتك ذكرت الانتحار، حضرتك كنت بتقول والمنتحرين، يا ترى ايه موقف الله من الاشخاص اللي بينتحروا، اللي هو الموت الارادي، ان انا عايز أموت نفسي، إن أنا خلاص زهقت من الحياة، إن أنا خلاص أنا مش قادر أكمل. وحضرتك عارف قد إيه في ظروف ضاغطة على الناس، في ظروف أسرية، في ظروف عائلية، في ظروف مادية، ظروف كثيرة جدا جدا. ناس كتير تقول دي حياتي وأنا حر فيها. يا ترى إيه رأي الكتاب المقدس في هذا؟ أقول لحضرتك ليديا، في نوعين من الانتحار. في واحد بينتحر فاقد الأمل وفاقد الرجاء، واحد مصاب باليأس، اتقفلت في وشه كل الأبواب، اتسدت أمامه كل الطرق، شاعر بخيبة أمل في نفسه، أو شاعر بخيبة أمل في الناس، أو شاعر بخيبة أمل في الظروف، أو حتى شاعر بخيبة أمل في الله. فهو خد قرار إرادي أن ينهي حياته أمام الله، يعتبر قاتل نفس، صحيح. فعلا وقتل، بس بدأ بقتل نفسه. فالشيء طبيعي، المنتحر طبيعي يكون مصيره للأسف الجحيم، لأنه قتل نفس ويأس من رحمة الله وأمانة الله. لكن عايز أقول برضو من ناحية ثانية، لازم نفرق ما بين شخص منتحر لأنه يائس من الله ورحمته وعدالته وأمانه وأمانته معنا، وما بين واحد انتحر مريض نفسي. صحيح. لو كان الشخص ده ليه علاقة حقيقية مع الرب وبيحب الرب وابن للرب، يجوز أن يكون تعرض لمرض نفسي. هذا المرض النفسي أصابه بالاكتئاب واليأس. لو في شدة أو ممكن هو الاكتئاب المرض واليأس عقلي كمان، هذا ممكن يحل الشخص أساس، انتحر، أو ممكن يكون مرض عقلي وارد مش شرط جدا، مرض وارد نفسي. جدا مرض عقلي، ده آه. صحيح، وارد جدا بسبب وطأة المرض النفسي والمرض العقلي، وارد انه ينتحر. ده ما اقدرش اقول عليه انه راح الجحيم، لانه ده ما قتلش نفسه بارادته، ده صحيح قتل نفسه نتيجة مرض نفسي ومرض ذهني او عقلي زي ما حضرتك صحيح قلت، فبالتالي مات. فالمنتحر الطبيعي اللي خد قرار ارادي عقلي انه يموت، لا ده طبعا نروح الجحيم. يا لكن اللي هو تحت وطأة، لكن قبل المرض
إذا مهم أوي نعرف إنه الشخص اللي بإرادته اللي يئس من رحمة ربنا زي يهوذا، اللي يئس من غفران ربنا زي يهوذا الأسخريوطي اللي مضى وشرق نفسه. أيضا في العهد القديم عندنا كثيرين، في ملك زمري حرق نفسه، أيضا كثيرين في الكتاب ذكرهم. لكن مهم أوي نعرف إنه حالة الشخص لو كان ذهنيا أو عقليا مش مظبوط، ده بيبقى غصب عنه، لأنه هو غصب عنه هو مش مدرك للأمر اللي بيعمله، فبالتأكيد أنه الرب بيكون بيغفر خطيئته. إحنا معنا القسيس مرة أخرى، رجع لنا، إحنا معنا اتصال، معنا أهلا بحضرتك، معنا اتصال من ميتشيغن، الأخت نهى، أهلا وسهلا بحضرتك. سلام المسيح معاكم. مع روحك يا حبيبتي، أهلا بيك. وأعزيكم على الضحايا اللي راحوا في الكنيسة، وتعزياتنا للمصر ولإلنهم إلنا. صدقيني أنا عراقية حقيقة، تألمت كثير. ونقول للشهداء المسيح هم في السماء، والله يعزي أهاليهم والمصر. أمين. كلها. أمين حبيبتي، شكرا لك. وانا عندي سؤال اخت ليديا، تفضلي حبيبتي. احنا نقول المؤمنين المسيحيين هم يعني ارواحهم في السماء، هم مين راح يعني يعيش في الفردوس؟ هل المؤمنين او غير المؤمنين؟ هاي ما اعرفها بصدقيني، واشرحوا لي هي. حاضر عناية حبيبتي، حاضر يا اخت نهى. في سؤال تاني ولا هو ده بس؟ لا لا هاي كفي يعني. شكرا، شكرا لحضرتك حبيبتي، شكرا لمشاعرك الجميلة جدا والرقيقة. بالفعل كلنا تأثرنا، ملهاش علاقة بالجنسية، ليها علاقة بالحدث نفسه قد إيه مؤلم، وكلنا بنحط نفسنا مكانهم قد إيه تألمنا، لأنه فعلا ممكن يحصل لأي حد فينا دوت. وإحنا جسد واحد، إحنا جسد واحد، لو حد فيه تألم كلنا بنحس بألمه، كلنا بنرفعه في الصلاة، فنصلي ونستمر نصلي من أجلهم. الرب يديهم تعزية خاصة، وخاصة الناس اللي متألمين بشكل قوي جدا، إنه في ثلاثة في بيت واحد، وفي إخوات، وفي يعني في أمور كثيرة جدا صعب إن إحنا نكون بنتكلم فيها، وصعب إن إحنا نعزي حتى لو عزينا من قلبنا وصلينا، لكن الرب وحده والروح القدس وحده هو المعزي، مكتوب عنه. إحنا معنا أيضا اتصال من مصر، معنا الأخت مريم، أهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا أخت مريم، تفضلي حبيبتي. أزيك يا أخت ليديا؟ وسلام ليكي، وسلام لكل العاملين في الكارما، وسلام للقدس أمجد خليل، الرب يبارككم. وبجد أنا مبسوطة جدا من عنوان الحلقة، لأن هي جاية فعلا في وقتها. أنا بعزي كل أسر الضحايا بتاع كنيسة بتسين في مبابة، وبطلب من الرب إن هو يجي بشفاء عاجل لكل المصابين اللي في المستشفى. وبعزي البابا توادرس، أنا عايز أقول لحضرتك الأول أنا من شعب كنيسة الأولى عند الأسيس أمجد، فباجي سلام لحضرته مرة تاني. عايز أعمل مشاركة بسيطة، الرب قال في متى 24، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة أبي الذي في السماوات إلا الآب وحده، أو إلا أبي وحده. صحيح. فهو رب حتى ما اداش الميعاد بتاع الموت للملائكة اللي معاه في السماء، لأن لو أنا يعني في اعتقادي كده، لو رب ادى العلامة دي للناس كانت الناس عاشت في غابة وكانت تابت على آخر وقت، لكن فعلا هي فترة امتحان على الأرض زي ما رب كمان قال في متى 25، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. احنا بنصلي فعلا ان رب يعزي كل حد، يعني كان باكي اول امبارح يعني ودموعه نازلة، وكل حد مجروح الرب فعلا هو يوصل بتعزيه. يمكن احنا مش عارفين نوصله بزيارة، لكن واثقين في الصلوات ان هي توصل في اسم يسوع،
من خلال الكارما ومن خلال صلواتكم، وربنا يبارككم، رب يبارككم بجد جد، يعني عمل قائم رهيب رهيب رهيب. ربنا يعوضكم كل خير، ومن مجد لمجد، وفي ثمار دايما، وتجيبوا نفوس للرب دايما، وتكونوا شجره مثمره تاتي بثمار 30 و60 و100. وربنا يبارككم، وبحييكم تاني على عنوان الحلقه النهارده، الموت حقيقه كيف نتعامل معه. رب يبارككم. سلامي ليك اختي ليديا تاني، سلامي للدكتور القس امجد خليل، رب يبارككم ويثمر فيكم لمجد اسمه. شكرا ليكي جدا يا اختي مريم لاجل فعلا كلماتك المشجعه جدا ومعزيه، وايضا رساله ان احنا لازم نكون مستعدين، لانه في ساعه لا تعلمون يأتي ابن الإنسان. احنا معانا أيضا اتصال، معانا الأخت فريال من لندن. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي أخت فريال، أهلا بيك. سلام ونعمة المسيح معاك مع روحك يا حبيبتي. أهلا بيك أمجد خليل، والرب يباركه على تأملاته، أنا دائما أسمع تأملاته. الرب يبارككم. شكرا لك. أولا تعزيات الرب وتعازينا لأهالي الضحايا، ونصلي من أجلهم، ونصلي أيضا من أجل المصابين في المستشفى، أن الرب يمد إيده، هو الطبيب الأعظم، ويشفيهم ويرجعون إلى أهلهم سالمين يا رب. الموت هو حقيقة، وأنا يعني دائما أقول إحنا كلنا واقفين في هذا الطابور من مختلف الأعمار، ولا يستثنى أحد، لكن ماذا من بعد الموت؟ صحيح. الرب يسوع المسيح حقيقة يعني وضح بعد الموت، اللي هي الملكوت، لما في إصحاح الثالث من إنجيل يوحنا، لما انتقى الرب يسوع له كل المجمع نيقودومس، وقال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. صحيح. كثير من الناس في الكنائس، وأنا البارحة كنت دا أتحدث مع ستات اثنين بريطانيات عن هذا الموضوع، يعتقدون أنه الأعمال الصالحة والتدين، وأنا ما أديت أي أحد، رح يطلعون للسماء، ويعتقدون أنه هم مؤمنين، لكن الرب يسوع قال بفمه الطاهر، مو كل من يقول يا رب يا رب يدخل إلى ملكوت السماوات، لأنه اللي هو يحفظ وصاياي ويعمل بوصاياي. فالإيمان هي الولادة الثانية. صحيح. والخلاص على حساب دم الرب يسوع المسيح اللي سفكه على الصليب. وفي رسالة الأولى ليوحنا عدد خمسة، إصحاح خمسة عفوا، عدد 11، يقول الوحي لهي، وهذه هي الشهادة إن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه هي الحياة في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن الله فليس له حياة، ويمكث عليه غضب الله. والرب بفمه الطاهر قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، إني أنا حي فأنتم ستحيون. نشكر هذا الإله اللي دبر لنا خطة الفداء وخطة الخلاص حتى ينقذنا من الموت الأبدي. فأنا أصلي من كل قلبي لكل شخص اللي هو بعيد عن الرب يسوع المسيح وما نال الخلاص، وبعد ما يعرف نهايته وين، أصلي من كل قلبي أن يهرب إلى المسيح، أن يأتي إلى المسيح، لا يهرب من المسيح ويتمسك بأشياء أخرى اللي هي قشور ما تودينه إلى صحيح. الحياة الأبدية. شكرا، والرب يبارككم ويحفظكم. شكرا ليك يا أخت فريال، دايما كلماتك الكتابية ومشاركاتك فعلا رائعة جدا، وكتاب قالها واضحة، قال كدوت ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، بالنعمة أنتم مخلصون، ذلك ليس منكم هو عطية الله. بنشكرك جدا لأجل اتصالك، وبنرجع مرة أخرى حضر القسيس. بنسأل ونتساءل، هل الأعمار محددة؟ يعني كل واحد مكتوب له عمره، ده حاجة، وهل الله بيقول لكل الناس أو أغلبية الناس أو لولاده على الأقل معاد انتقالهم زي ما حصل مع بولس وبطرس؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل مع ترنيمة ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
وحنين والصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصي ومنتظرين نشوفك بالعيان بشوق وحنين والصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصي ومنتظرين نشوفك بالعيان وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي يخدنا مستوطين الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي يخدنا مستوطين الديار يا غربة خلاص دارت الأيام نهار دا مش هيعود بنت العلامات هنت الصعوبات محلى اليوم الموعود يا غربة خلاص دارت الأيام نهار دا مش هيعود بنت العلامات هنت الصعوبات محلى اليوم وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار حبيبنا تعال أرواحنا بتناديك حقق وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك أمين تعال يا حبيبنا تعال أرواحنا بتناديك حقق وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا مستوطين الديار
قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور ولنقل أمين تعال أيها الرب يسوع. رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم، بنرحب باتصالاتكم، وبنرحب أيضا بضيف الحلقة رجل الله الدكتور القس أمجد خليل. أهلا وسهلا بحضرتك. وإحنا النهاردة بنستكمل حديثنا في موضوع بعنوان الموت حقيقة كيف نتعامل معها، لكن إحنا معنا اتصال في الحقيقة من أختنا نهال من لندن. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. سلام ونعمة يا أخت ليديا جميلة، برحب بحضرتك وبحضرة القسيس أمجد اللي بأمانة قدام الله دايما بتبارك بكل تأملاته الكتابية، وأشجع المشاهدين كلهم إن هم يسمعوا تأملاته اليومية لأنها فعلا طعام دسم جميل بيرسله لنا الرب عن طريقه كل يوم. فالرب يبارك حضرتك أكتر وأكتر ومن مجد المجد باسم يسوع. وقبل ما ابتدي أتكلم في أي حاجة أصلي إن الرب يرسل هو بنفسه تعزياته الحارة بالروح القدس لكل البيوت المكلومة والمكسورة بسبب الحادث الأليم، لأن كلنا مهما تكلمنا مش هنقدر نوصل أي تعزية لأننا كلنا بلا استثناء معزون متعبون. فشكرا لحضرة القسيس على تقسيم الموت إلى أنواع، والحقيقة كذا مرة الرب يورينا بأحداث حوالينا أن الموت قريب جدا مننا في لحظة لا نتوقعها. الروح بتفارق الجسد والإنسان بيموت، يعني لا أعتقد إطلاقا أن اللي انتقلوا في الحادث الأليم امبارح كانوا متوقعين 1% أن هم مش راجعين لبيوتهم مرة تانية. فخلينا نكون واعيين ومستيقظين وناخد رسالة واضحة ومهمة من الرب، وتكون بمثابة جرس إنذار بالذات الملهيين بأمور الحياة الفانية وغير مهتمين بحياتهم الأبدية، إنهم نعيش حياة الاستعداد، لأن الرب ممكن ما يجيش المجيء التاني لكن ممكن أنا اللي أروح له، وهو ده اللي هيهمنا من حلقة النهاردة. صحيح، يا ترى أنا أقدر أقول بملء الفم وبكل ثقة أني لن أموت الموت الأبدي، ولا لسه أنا جوايا شك في ضمان الحياة الأبدية؟ وهنا حابة أسأل سؤال لحضرة القسيس أمجد، لما بنقول إحنا عارفين رايحين فين بعد موتنا وانتهاء حياتنا، وخاصة لو إحنا مؤمنين يعني، فبنقول إحنا رايحين السماء بكل جهارة كده، فللأسف المعارضين بيقولولنا جبتوا الثقة دي منين؟ وإيه الكبرياء الروحي اللي انتوا فيه ده؟ ده أي حاجة ممكن تحصل للإنسان وتغير مصيره في آخر حياته. والمثالين اللي بيعبدوا كلامهم بيهم المعروفين، المثال الأول بتاع يهوذا اللي كان يدعى أنه تلميذ المسيح طول حياته، لكن للأسف باع المسيح ولم يتب فكانت نهايته الهلاك. والمثال الثاني أحد اللصين اللي كانوا مصلوبين مع الرب يسوع اللي عاش برضو طول حياته لصا، لكن نهايته كانت من أكبر المفاجآت لما قال اسكني يا رب متى جئت في ملكوتك، يعني سرق الملكوت في آخر لحظة زي ما قالوا عنه. فالمثالين دول مش بيخلونا نعرف إحنا فين في الآخر. فإيه رأي حضرتك؟ وعايزة أختم كلامي بآية برسالة الرب حطها على قلبي لكل خادم بيشاهدنا النهاردة. الآية الجميلة دي في يعقوب 5:20 بيقول معلمنا يعقوب: فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. يخلص نفسا من الموت، يا لها من مسؤولية عظيمة. أصلي إن كل واحد فينا يترك الكومفورت زون ومنطقة الراحة بتاعته ويعمل زي سيدنا ومخلصنا الرب يسوع اللي ما كانش بيقعد أي دقيقة، نفسه كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. نذهب ونكرز ونشهد بكم صنع الرب بنا ورحمنا وجبنا من المزابل وأجلسنا مع أشراف شعبه. محدش يقول أنا معرفش أتكلم، اشهد عن اللي عمله معاك الرب بكل ببساطة. والرب يبارك. نشكرك جدا جدا يا أخت نهال لأجل الرسالة والإنذار اللي انت واجهتيه من خلال قناة الكارما. بالفعل الوقت كل مدى بيقرب، ما نعرفش إمتى هنفارق الجسد، لكن لازم كمان نعرف وإحنا ما بنغمض عينينا هنا على الأرض عينينا هتتفتح فين، ولازم نتأكد من كده. وحضرتك قلتي سؤال أنا حابة نكون بنجاوب عليه حضرة القسيس، حضرتك معنا انه كانت بتقول اخت نهال بتقول انتم متاكدين ازاي
انه يعني انتوا رايحين السماء، ايه الضمان الاكيد ان انتوا رايحين السماء؟ يهوذا كان طول الوقت مع المسيح، مع كده انتحر وشنق نفسه ونهايته كانت هلاك، لانه الكتاب بيقول عنه انه ابن الهلاك، فنهايته كانت الهلاك، ما حدش يقول انه ممكن كان تاب قبلها. واللص التائب زي ما حضرتك عارف، نرد نقول ايه؟ نرد نقول ببساطه وكلمة الله بتعلمنا أن الرب يسوع لكل المجد قال في يوحنا 1 في عدد 12 أن كل الذين قابلوه، كل الذين قابلوه، قابلوا مين؟ قابلوا الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتهم، كل الذين قابلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. معنى الآية ببساطة، أنا ضمنت السماء مش على حساب، مش بأعمالي، مش بكبريائي، لكن الرب أعطاني هذا الوعد لأني أنا ابن فأرث معه أيضا في السماويات. مش بس كده، الرب يسوع لكل المجد بنفسه برضه قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. الكتاب المقدس برضه قال أن ملكوت السماوات في داخلكم. إذا حد اتهمني بالكبرياء إن أنا بقول إني أنا رايح السماء، مش بتكلم عن أنا، لكن يعني أي واحد له علاقة حقيقية مع الرب وقال أنا رايح السماء، هل ينفع نتهم الرسول بولس بالكبرياء أيضا؟ لما قال قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت صحيح. السعي، حفظت الإيمان، لم يقل وربما، ربما يوضع لي إكليل البر، ما قالش كده، قال وضع لي إكليل البر. صحيح. لما قال لأني عالم بمن آمنت، وبعدها وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. كل الآيات دي وغيرها في عشرات إن لم يكن مئات الآيات تؤكد أن أولاد وبنات الله لهم ولهن اليقين أنهم يذهبون إلى السماء لا على حساب برهم، بل على حساب دم يسوع المسيح الذي شفك على عود الصليب. في يوم من الأيام التلاميذ لما جم للرب يسوع فرحانين وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم افرحوا بالحري لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. صحيح. والاسم الذي يكتب في سفر الحياة لا يمحى أبدا، لأن الرب له كل المجد. على عود الصليب ضمن لنا هذه الأبدية. صحيح جدا. وكتاب بيقول إن كنا أبناء فنحن ورثة ووارثون معه. دي نقطة مهمة. وأيضا أنا عايزة أضيف حاجة صغيرة، إنه يهوذا كان من بدايته كان هو سارق للصندوق، كان الصندوق معه، الكتاب بيقول كده، وكان منتظر ملكوت أرضي مش ملكوت سماوي. فيهوذا كانت حياته ما كانتش بتتغير، ما كانش فيه ثمر لحياته. ولص التائب، ولص التائب فعلا هو سرق الملكوت، انتهز الفرصة، ويا ريت كلنا ننتهز الفرصة دلوقتي بدان فينا نفس. مهم قوي ترجع وتوب للرب وتقبله مخلص لحياتك وتقبل عمله كفاري على عود الصليب. مهم وتقول له يا رب سامحني على كل خطية وديني حياة أبدية يا رب معاك في الفردوس. طيب هنرجع لسؤالنا، وياريت يعني معلش حد الأسيس نجاوب بسرعة لأنه الوقت عندي أسئلة كتير والوقت فعلا بيخلص. لكن طبعا أنا بشكر جدا المشاهدين والمتصلين أيضا لمشاركاتهم. خلينا نقول، هل الأعمار محددة من عند ربنا؟ يعني كل واحد مكتوب كده بداية حياته ونهاية حياته؟ في آية أخت ليديا بترد على سؤال حضرتك بوضوح في أيوب 14 عدد 5. أيوب يقول للرب إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت للإنسان أجله فلا يتجاوزه. أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين الآية تاني، إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت للإنسان أجله فلا يتجاوزه. الآية دي ببساطة بتعلمني وبتعلمنا إنه فعلا عمر الإنسان محدد ومقرر من عند الرب، لكن حط لكن يعني بين علامتين كلمة اعتراضية مع الأخذ في الاعتبار إنه الإنسان للأسف ممكن بجهله وممكن بشره يقصر أيامه.
ويقصر عمره. برضه يقدر يقصر عمره بحاجتين، اما بجهله وخطيته، واما بعدم احترامه لقوانين الطبيعه. يعني ايه الكلام ده؟ على سبيل المثال في جامعة 7:17 يقول الكتاب: لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقت في غير وقتك؟ ايه معنى لماذا تموت في غير وقتك؟ ربنا محدد لك عمر، ممكن بسبب شرك، جهلك، كفرك، الحادك، بسبب امتدادك وعدم ممكن. تورعك، وبسبب كل الشر والادمان والاهمال توقع نفسك انك تموت بدري. الحاجه الثانيه، مش بس ممكن بسبب الكثره في الخطيه، لكن بسبب عدم احترام القوانين الطبيعيه. على سبيل المثال لما واحد ياخد عدوى، لما واحد يجي يقف قدام القطر ويقول انا مكتوب لي عمري مش هموت، يقف قدام القطر بسبب ان واحد بيضع نفسه بين الامراض، واحد داخل مكان موضوع فيه عدوى وامراض، ما بيلبسش الكمامه او يعمل اجراءات احترازيه، يقول العمر واحد والرب واحد، لا ده هيموت، الامر ملوش علاقه بالرب ابدا. لا تجرب ربي اله. قد يموت الانسان قبل الوقت، بالظبط بالظبط كده، قد يموت الانسان قبل الوقت اما بسبب الخطيه او عدم احترام القوانين الطبيعيه. صحيح جدا. طيب زي ما حضرتك عارف الموت بيخوف الناس، لكن احيانا في ناس بتذكر الايات اللي هي ان ربنا بيقول للناس او المؤمنين، او نقدر نقول بالاخص بولس وبطرس كانوا عارفين امتى هيموتوا. يعني خلينا نقول كده في تيموثاوس الثانيه 4:6 بولس الرسول بيقول كده: فاني الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. وايضا في بطرس الثانيه 1:14 بطرس بيقول، رسول بطرس بيقول: عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح. هل الله بيعلن للمؤمنين امتى وقت انتقالهم وليه؟ اشمعنى هم؟ هو مبدئيا يختلف الحادثتين دول، ما يقولوش ان هم كانوا عارفين ميعاد انتقالهم، لكن هم كانوا حاسين ان أوكي. انتقالهم كان قريب. يعني بولس حسب كلامه الان اسكب سكيبا وقت انحلالي قد حضر، بيتكلم نفسه كانه خيمه، والخيمه دي مربوطه في الارض، وده الوقت اللي الخيمه الجسديه تتفك من الارض. هو نفسه اللي قال ان نقض بيت خيمتنا الارض، فبيتكلم عن الجسد انه خيمه. فبيقول انا شاعر انه خلاص، انه خلاص الخيمه قربت تنتقل. نفس الكلام بطرس بيقول انه شاعر انه خلع المسكن بتاعي قرب. ومع ذلك انا اعرف شخصيا ناس ليس قليلين فعلا الرب اعلن لهم ميعاد الانتقال. يعني كنت لسه من حوالي يومين او ثلاثه تقريبا، انا كنت في خدمه في الصعيد بني مزار، رحنا زياره نعزي اسره فيها ضابط شرطه انتقل من سنتين ثلاثه. الام بتقول لي اليوم اللي انتقل فيه اخر يوم كان بيقول لمامته: انا حاسس ان انا هموت قريب، مش هتشوفوني تاني. الولد كان حاسس. ناس كتير قالت الكلام ده، الناس قريبين منها، ان ده اخر يوم، او تلاقي واحد في اخر ايامه بيسلم على الناس كلها، بيتصل بالناس كلها. في ناس فعلا وكانه الرب بيعطيهم ميعاد الانتقال، لكن ده لا يرتبط بتقوى الشخص برضه. مش معنى كده ان اللي ربنا اعلن له شخص تقي وامين، والشخص اللي الرب ما اعلنش ليه شخص اقل في التقوى. ده امر بيرجع للرب وحساسيه الانسان وعلاقته مع الرب. تمام. احنا عارفين ان الروح بعد ما بتنفصل عن الجسد بتروح مكان، احنا بنؤمن بانه في حياه اخرى، احنا كمسيحيين واديان كثيره بتؤمن انه في حياه اخرى. الروح بعد ما بتنفصل عن الجسد في نفس الوقت ده بتروح فين؟ سواء روح بره او بتروح. روح شريره، او روح اقصد الشخص غير مؤمن. اتفضل. الارواح بتاعت القديسين والمؤمنين الأبرار بتروح مكان اسمه الفردوس. كلمة الفردوس أو الفردوس دي كلمة فارسية معناها الحديقة المحيطة بقصر الملك أو جنة الملك. وأول من دخل الفردوس، طبعا، بس مش جنة، مش الجنة اللي غرقت في الأرض، مش الجنة اللي في العراق، مش جنة عدن، لكن أوكي. مقصود بها الفردوس والحديقة اللي هي في بيت الله، مش بيت الله بيت الأب، لكن في مكان الانتظار اللي اعدها الرب للقديسين. وده المكان اللي دخله اول واحد اللص اللي على الصليب لما صحيح. قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له: اليوم تكون معي في الفردوس. الفردوس مش البيت الابد،
الفردوس مش بيت الآب، الفردوس هو محطة الانتظار، ترانزيت مكان الانتظار. وزي في الفردوس مكان الانتظار للأبرار، في كمان مكان انتظار لأرواح الأشرار إلى أن يأتي يوم الديمنة. صحيح، بشكرك جدا التوضيح ده، ويمكن ده إجابة لسؤال الأخت نهى. لكن بيقال أن الميت بيحس باللي حواليه وقت ما بينفصل عن العالم، هو فعلا دي حاجة حقيقية وحاجة كتابية؟ مبدئيا ما فيش آية في الكتاب الأموات أو اللي هيفرقونا على الأرض بيحسوا بينا. اعتقاد الشخص المنطقي برضو ما بيحسوش لسببين. السبب الأول رسالتهم وحياتهم وجهادهم واجتهادهم وسعيهم انتهى بتركهم الأرض. الدليل على كده يا أخت ليديا الكلام اللي قاله الرسول بولس، بيقول لهم قد جاهدت، يعني الموضوع خلص في الماضي. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت ثلاث كلمات، جاهدت سعيت أفرح. لما أنا جهدت الجهاد الحسن وأكملت سعي وحفظت الإيمان، الأمر انتهى خلاص، هروح أخذ إكليل البر. لو كان الرسول لسه هيجاهد، لسه سيقبل السعي، لسه سيمارس حفظ الإيمان في السماء، ما كانش قال جاهد صحيح وأكملت وحفظت. فالإنسان بتنتهي رسالته وإحساسه بالعالمين والآخرين من حوله بعد انتقاله من الأرض. رقم اثنين، لو كان الشخص اللي بيروح الفردوس بيحس بأحوال الأسرة أو العيلة أو الكنيسة أو الناس اللي على الأرض، هنا لم تعد الفردوس فردوس. الفردوس مكان فرح، مكان تعزية، مكان تسبيح، مكان كله تعزيات. تخيل حضرتك لو رب أسرة تقي قديس راح السماء، وهو في السماء حس بابنه انه مدمن مخدرات، والابن الثاني عنده مشكله في الدراسه، والبنت عندها مشكله مع جوزها واولادها، والبيت كله خربان وكله مشاكل، هل يقدر هذا القديس اللي انتقل او تنيح او راح الفردوس او السماء يقدر يفرح؟ هيبقى متعكن وحزين، وهنا الحزن ورايا حزنني في الارض وحزنني في الفردوس وفي السماء. طيب بس فبالمنطق الاحباء اللي بيروحوا السماء مش بيحسوا بينا الحاجة زي كده. بس معلش عفوا، يعني أنا حابة أكون واضح حاجة. طيب ما هو حضرتك عارف المثل، أو هقول القصة اللي حكاها رب يسوع عن لعازر والغني. الغني الكتاب بيقول ما مات المسكين وحماته الملائكة الحضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. لكن الكتاب بيحكي عن الغني إن هو قال يا أبتي إبراهيم، وقال له من فضلك ارسل حد لأهلي لأنهم، فأبتي إبراهيم قال له لا هم عندهم الناموس والأنبياء. حك عارف الحوار اللي حصل دوت. إذا هو كان مهتم جدا بأنه أهله يكونوا بيعرفوا ربنا ما يمشوش في طريقه، ولا إيه رأي حضرتك؟ علشان ببساطة هو قبل ما يسيب الأرض ويموت كان عارف أنه كل إخواته أشرار وخطاه، فهو اللي قاله ده ما فيهوش إحساس، في معرفة. الحاجة الثانية، القصة بتاعت الغني والعازر قصة في العهد القديم أيام إبراهيم وموسى والأنبياء، وأيام ما كان الأبرار والأشرار في مكان واحد، لكن بين هؤلاء وهؤلاء هو تفصل بينهم. وضع العهد الجديد في الأبدية غير العهد القديم. تمام، هل ممكن نصلي للموتى وخاصة لو كانوا أبرارا؟ نصلي لأجلهم بمعنى إيه؟ نصلي لهم، نصلي لهم مش لأجلهم، ولا نطلب مساعدتهم. لا نصلي لهم، يعني نتكلم معهم، يعني لو حد مات لي مثلا، حد قديس أو حد أكلمه وأطلب مساعده أصلي له. ما ينفعش أصلي له لسببين. السبب الأول هو مش هيسمع صلاتي ولا هيحس بيا، لأنه مهما كان زي ما قلنا في مكان الراحة والفرح والسعادة. تمام. أكمل جهاده وأسمع صلواتي ولا ينفع أتواصل معه. تمام، طيب إذن مهم قوي. أتفضل. أصلي إني أصلي إني أكون زيه، لكن ما ينفعش أطلب منه شيء. صحيح، الصلاة لله وحده فقط. لو قلنا نحن نصلي لحد تاني ده معناها كأننا بنشرك بالله وحاشا لله.
إلهنا لرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. تمام. طيب في توبة بعد الموت؟ يعني في فرصة تانية؟ يعني ممكن في ملحق؟ كتاب بيقول كده هوت عن اللي بيجدف على روح القدس لا تغفر له في هذا العالم ولا في الظهر الآتي، فهل في مغفرة في الظهر الآتي على عجالة لأن الوقت بيخلص وأنا عندي أسئلة تاني؟ تفضل. لا لا، ببساطة بعد الموت مفيش فرصة. تمام. الفرص كلها متاحة طول ما الإنسان عايش، وضع للناس أن يموتوا مرة. بعد ذلك صحيح. الدينونة بعد انتقال الإنسان من الأرض ليست هناك فرصة للتوبة مرة أخرى. تمام. هل ممكن أنه الله يحط شخص في يعني في النار شوية وبعد كده هو يستوفي خطايا بتاعته وبعد كده هو يحطه في السماء؟ لا، المسيحية وكلمة الله والكتاب المقدس ما فيش الكلام ده خالص. هو بعد الإنسان ما بينتقل من الأرض إما العذاب الأبدي في جهنم النار أو الحياة الأبدية مع الرب يسوع والقديسين. تمام. ماذا عن السهوات والزلات؟ داود قال كده في مزمور 19، السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني. فهل السهوات والزلات ربنا بيحاسبنا عليها؟ ببساطة ربنا مش متلكك لنا، ربنا مش واقف لنا على الوحدة. الإنسان لما بيسلم حياته للرب يسوع وصار ابن، بقى بينه وما بين الرب حاجة اسمها العلاقة. بسبب الزلات والسهوات لما الإنسان بيخطئ هنا اللي بيتأثر حاجة اسمها الشركة. ممكن الشركة تتأثر لكن العلاقة لا تتأثر أبدا. صحيح. الابن بيبقى في البيت للأبد لكن العبد ملوش مكان في البيت. هل الله بياخدني في أحسن أوقاتي؟ الناس كتير بتقول ربنا ياخدني في أحسن أوقاتي فأنا مطمن، إيه رأيك؟ لا، ده مبدأ مش كتابي ولا مبدأ منطقي، لكن ربنا كمؤمن وكخاطئ بياخدنا في وقت آخر. كمؤمن بياخدني بعد انتهاء رسالتي. تمام. وكخاطي بياخدني بعد انتهاء فرصتي. أقول تاني الفكرة دي، أنا كمؤمن بياخدني بعد ما بخلص الرسالة. صحيح. وأنا كخاطي بيقدم لي فرص كتير إلى أن أصل لآخر فرصة. بعد كده مفيش فرصة. الموضوع مش مرتبط بأحسن حالة، وإلا كان ربنا خد ناس كتير وساب ناس كتير، يبقى الموضوع حسب الفرص. ده تمام. تمام. طيب هل عذاب الأشرار في نار حقيقية وكبريت؟ لأنه كتاب بيقول نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، ده في رؤية 21 وأيضا في أشعياء 66، حيث دودهم لا يموت ونهرهم لا تطفأ. فهل نار حقيقية فعلا؟ وإحنا أشكرك عندنا لأجل هذا السؤال. أشكرك لأجل هذا السؤال، لأنه البعض للأسف في هذه الأيام الأخيرة يشكك أن العذاب سيكون عذابا معنويا. لا، كلمة الله بتؤكد إنه العذاب حرفي. كلمة جهنم النار أو كلمة جهنم وردت في العهد الجديد 13 مرة، منهم 11 مرة ذكرها الرب يسوع بنفسه. العذاب ليس عذابا معنويا لكنه حرفيا. لما يقول نار لا تطفأ، دود لا يموت، الظلمة الخارجية، صرير الأسنان. صحيح. مش معقول يكون كل ده كلام بلاغي أو مجازي. كلمة الله تقول أن هناك حقا نار وعذاب حرفي لكل الخطاة والأشرار. تمام. كمان الرب يسوع أما لعازر يعني انتقل ومات، اللي حصل أن الرب يسوع بكى، وده يمكن بيخلي ناس كتير كأنه إذن أن الناس تبكي. هل الناس تبكي؟ وأحيانا في ناس بتبكي طول العمر، ويعني كتير بنقوله نجينا يا رب من كل حزن رديء ووجع قلب، ده يمكن في صلوات الأجبية. يعني أنا عايز أقول أنه البكاء ده معناها أوكي ماشي أن احنا نبكي على حد قريب مننا ونفضل نبكي، وطب وفين العزاء اللي المفروض الله بيسكبه في قلوبنا؟ قول لحضرتك يا أختي ليديا، في ثلاث أنواع من الدموع والبكاء. في بكاء نسميه بكاء العزاء. يعني إيه بكاء العزاء؟ يعني إحنا بنبكي متأثرين بألام الآخرين ونبكي معهم لكي ما نعزيهم. صحيح. أول وأعظم من بكى هذا البكاء رب المجد يسوع المسيح. هو يعلم أن بعد دقائق معدودة سيقيم لعازر، ومع ذلك تقول كلمة الله انزعج يسوع بالروح واضطرب، بعدها بكى يسوع. صحيح. فده بكاء العزاء، نعزي الآخرين.
أنا شخصيا لما شفت الصور بتاعت الأم المكلومة على أولادها أنا تألمت، أنا بكيت. صحيح. وكلنا أكيد شفنا المناظر والسوق والصور والجثامين اللي داخل الكنيسة، كلنا بكينا. ده بكاء العزاء. في نوع آخر اسمه بكاء الرجاء. يعني بكاء الرجاء؟ احنا بنبكي عشان حبايبنا انتقلوا، ببكي على ابي، على امي، على اخي، على اختي، لكن عندي رجاء. وده اللي اتكلم عنه الرسول بولس، لا نحزن فالباقين الذين لا رجاء لهم. نحن نبكي لكن بكاء المحنة، بكاء الاشتياق، بكاء الفراق، لكن هناك رجاء. النوع الثالث ده اسوأ نوع، ده بكاء الاشقياء. ايه بكاء الاشقياء؟ يتقال عن يعقوب في يوم من الأيام أبى أن يتعزى. مرات يبقى في أب أو أم، زوج أو زوجة، مش قادر يتعزى بعد ما ابني راح، بعد ما شريك حياتي راح، بعد ما حد غالي راح، يفضل طول عمره مش قادر يسلم للرب ويعطي فرصة للروح القدس أن يعزي قلبه. صحيح صحيح. طيب في النهاية حابة قوي نكون بنختم بحاجة مهمة قوي قوي، أنه ننادي على الناس اللي الدنيا لهتهم والدنيا بعدتهم عن ربنا، ويمكن مؤمنين كمان أيضا، أنا مش بس بكلم على ناس خطاة بعيدين، لكن أيضا مؤمنين نسيوا أنه في وقت العريس جاي، العريس جاي وجاي قريب قوي، وفعلا ستنظره كل عين. فإيه رأي حضرتك نوجه نداء للمؤمنين اللي بعدوا، وأيضا للبعيدين أن هم يكونوا بيقربوا ويكونوا مؤمنين، في دقيقة من فضل حضرتك. أمين أمين. الرب من خلال حلقة النهاردة، ومن خلال حادث الحريق اللي في الكنيسة، ومن خلال كل الظروف المحيطة، بينادي على القريب وبينادي على البعيد. بينادي على القريب بيقول له خليك في حالة سهر، خليك في حالة يقظة، خليك في حالة استعداد. الرسول بولس في رسالة روميا لما تكلم عن الاستيقاظ ما كانش بيكلم خطاة، كان بيكلم مؤمنين، بيقول لهم إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن، أي خلاصنا من هذا الجسد، خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. صحيح. قد تقارب النهار، قد تقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لكن كمان البعيد عن الرب، استعد للقاء إلهك. العمر مش مضمون، قال المرنم عمرك غالي، ليه بتغامر بيه بخسارة؟ عمرك غالي، ليه دي الأبدية جبارة؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. كل الأحداث اللي حوالينا، كل الظروف اللي حوالينا بتؤكد كلام الكتاب، تناهى الليل تقارب النهار، الليل بيخلص الصبح بيطلع، يعطينا الرب حياة الاستعداد. أمين. في اسم المسيح مشكرك جدا جدا حضرة القسيس لوجودك معنا، ولأنك فعلا كشفت أمور كثيرة جدا جدا من الكتاب. ربي يبارك خدمتك وحياتك وكنيستك وأيضا أسرتك، لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل مكان. شكرا شكرا لحضرتك. أشكرك. قال الرب يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنون بهذا عزيزي المشاهد؟ هل تؤمن أن الرب يسوع أتى لكي يعطيك حياة أبدية ويخلصك من موت الخطية؟ أصلي من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة سبب رجاء وشفاء وإبراء لك من داء الخطية، لكي تنال بنعمته الحياة الأبدية. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرم المباشر، والرب معكم. قال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمان الأبصار ولازم تثبت فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. شارك الم
المسؤولية بنحلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية.